هي مدارس مستعصية على القضاء عليها. لا يمكن أن يقضى على هذه المدارس، بل ربما أن بعض الظالمين يحاولون منعها فتزداد انتشارا. هي مثل المسمار الذي إذا وضع في الجدار كلما تضرب على رأسه يزداد رسوخا، لأن القضايا الدينية بالضغط بالإرهاب بالمنع تزداد رسوخا في القلوب. وإذا كان الحسين في قلوب الناس، من يستطيع أن يخرج ما في قلوب الناس؟ قبر الحسين كما في الروايات في قلب من والاه. انظر كم لمحرم من جلجلة، مجرد بداية محرم تشعر بشيء آخر يرتبط بعالم الغيب.